if the y component of the net electric field at point P is 0, هنا Q1 negative, find the value of Q2. مبدئيا كده Q1 بيقول لي negative, فالإلكتريك فيلد رايح عليه, Q2 لازم تبقى لفوق, يبقى ده الـ E2 وده الـ E1. بيقول لي الواي بصفر, ده يتحل الواي يكنسل الـ E2, يعني عايز يقول لي إن الـ E2 ماينس E1 لما حللها رأس يعني بوينت 4 على الوتر اللي هو بوينت 5, يعني بوينت 3 بوينت 4 يبقى بوينت 5 يساوي صفر. وبالتالي إذا لو نقول كده E2 يساوي E1 في بوينت 4 على بوينت 5. مبدئيا طالما ده سالب يبقى ده Q2 is positive. تعالوا نحسب K. ال E2 عبارة عن Q2 على بوينت 4 تربيع, وال E1 عبارة عن K. Q1 اللي هي 4 مايكرو, يعني 4 في 10 سالب 6 على المسافة بتاعتها بوينت 5 تربيع, وكمان بوينت 4 على بوينت 5 عشان التحليل. اذا ال Q2 بتساوي كذا مايكرو كولوم. لو نشطب K مع K يبقى 4 10 سالب 6 بوينت 4 على بوينت 5 تكعيب ضرب بوينت 4 تربيع, طلع 2.05 مايكرو كولوم.